السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يا أخوتي علشان نبدأ نرسم منظر طبيعي راح نبدأ يا أحباب بهاي الحركات اللي أمامكم العشوائية بشكل مائل، وراح نبدأ نرسم الجبال كمان بهاي الطريقة. فطبعا الرسومات إن شاء الله هاي يعني سهلة وبسيطة، خاصة إذا أنت بدأت بالتخطيط، يعني علشان تكون الرسم عندك سهل وبسيط استخدم قلم خط عربي أو أي قلم عندك متوفر، لحتى إمكانك تستخدم قلم رصاص تبدأ تخطط فيه، وإذا صار في عندك أخطاء تقدر تصلحها. راح نعمل هاي الخطوط العشوائية، ملاحظين يعني بنحاول تكون الأمر غير معقد. خط مائل يا أحباب راح نعمل فيه تعرجات علشان الرسم تكون يعني ما تكون فيها تسطير، خاصة المناظر الطبيعية لازم يكون فيها حركات بهذه الشكل. وراح نبدأ نرسم كمان لحتى شجرة نبدأها، ملاحظين كمان راح نعملها بهذه الطريقة، يعني خطوط كمان عمودية بشكل متعرج بهذه الطريقة، ونبدأ نفرع بهذه الخطوط علشان نبدأ نرسم الشجر بهذه الطريقة. طبعا يا أحباب اللي حاب يتعلم الرسم كان يتابع الرسم من البداية للنهاية، إن شاء الله مع الوقت مع الممارسة بيستفيد بإذن الله تعالى. فنرجع نذكركم يا أخوتي، يعني راح نستخدم في هذه الرسمة ورق طباعة، والقلم راح استخدمه هو قلم خط عربي سريع النشفان. طبعا هذا القلم اسمه روكو، متوفر في المكتبة، فإذا ما حصلت القلم أي قلم سريع النشفان تقدر أنت ترسم فيه، يعني تخطط فيه بهاي الرسمة. فتابعوا الرسمة يا أحباب من البداية للنهاية، إن شاء الله مع الوقت بتستفيدوا. وأي استفسار يا أخوتي إمكانكم تكتبوا بالتعليق، كمان يا أخوتي لا تنسوا تفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم إشعارات بالمقاطع اللي حملها. بتمنى من الجميع اللي حبنا وحب محتوانا يدعمنا يا أخوتي على هاي القناة ويعمل اشتراك علشان يا أحباب ندعم القناة ونستمر في تعليم الرسم. فكان معاكم أخوكم نديم يتعلم الرسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.